مشاهدينا الكرام، الآن الزميل أحمد فرج مراسل أونلايف وتحديدا من حديقة الأرمان بالجيزة. مرحبا بك أحمد، كل عام أنتم بألف خير، كل عام وكل المصريين بألف خير. يعني الحديث عن هذه الاحتفالية، احتفالية مصرية فرعونية قديمة الأزل تعود لأكثر من 5000 عام وما زالت متوارثة حتى الآن. بالطبع هناك اختلاف في الأماكن ولكن الأدوات والأجواء واحدة، فلتحدثنا عن هذه الأجواء لديك الآن. بداية كل عام وأنتم بخير ومصر كلها بألف خير وسلام وأمان. بالفعل هي نفس الأجواء ومظاهر الاحتفال، ما لا تختلف كثيرا عن بقية الحدائق والمتنازهات، ولكن هنا في حديقة الأرمان ذات طابع خاص بعض الشيء، لأن نصف المساحة الخاصة بحديقة الأرمان التي تصل إلى 28 فدانا هي مخصصة لمعرض الزهور، ومعرض الزهور يحظى باهتمام العديد من المواطنين والزوار. هذا المعرض الذي فتح أبوابه في العاشر من مارس الماضي ويستمر حتى 30 من الشهر الجاري. على أي حال افترش المواطنون الأرض كما تظهر لكم الصورة، مصطحبين معهم أطفالهم والأسر المصرية، ليسوا فقط من محافظة الجيزة ولكن ولا محافظة القاهرة فقط، ولكن من محافظات الجمهورية. فتحت حديقة الأرمان أبوابها في تمام الساعة 8 من صباح هذا اليوم على أن تغلق في تمام الساعة 5 مساء. الاستعدادات كانت على قدم وساق من خلال رفع كفاءة الحديقة وتهذيب الأشجار، هذه الأشجار التي يعود تاريخها إلى قديم الأزل، حيث انشأت هذه الحديقة في عام 1873، تحوي العديد من النباتات. وهذا المعرض الذي يحوي قرابة يعني 100 شركة عارضة، بالإضافة إلى ما يزيد على 1000 نوع من النباتات. هذه الحديقة أيضا تم رفع كفاءتها، تم تهذيب الأشجار، تمت عمليات النظافة على قدم وساق، بالإضافة إلى عمليات التأمين. عمليات التأمين بتتواجد من قبل مديرية أمن الجيزة على الأبواب الرئيسية، هناك 3 أبواب رئيسية خاصة بحديقة الأرمان، بيتواجد عليها قوات الشرطة، تتواجد في الداخل الشرطة النسائية، بالإضافة إلى الأمن الإداري الخاص بحديقة الأرمان الذي ينتشر في هذه الأثناء. عمليات التوافد ما زالت مستمرة حتى هذه الأثناء، كما تنقل لك الصورة أو تنقل لك الصورة من خلفي، يعني الأطفال يمرحون. وهنا منطقة مخصصة أيضا للأطفال، هي منطقة الملاهي متخصصة للأطفال، وكما ذكرت لك ما يزيد عن نصف هذه الحديقة مخصصة للمعارض، معارض الزهور. أشكرك أحمد، والصورة تتحدث عن نفسها، صورة مليئة بالفرح والبهجة والسرور والألوان المختلفة بمناسبة أعياد الربيع. نشكرك جزيل الشكر.